السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زاد. اليوم الحصه تاعنا وين علي بن شيخ، يعني بعد ما نقولوا بلي يعني صعب بزاف على بالكم علي بن شيخ، قناه الهداف، يعني وين الناس ولا يقول لك جماعه ما تفوز، انا شفت واحد الجرم ولا يقولهم جماعه ما تشوفوش قناة الهداف، راهم يكذبوا برك. لا راهم يقولوا في الصح، راهم يقولوا في الصح. روحوا انتوما شوفوا مصطفى معزوزي، قناة تاع مصطفى معزوزي اللي يفوت فيها، هذيك تساعدكم انتوما. قاعد قناة اللي شي تجيبوا في ماك، هذيك تساعدكم في ماك. وين معزوزي ولا باطل قومي عندكم؟ كان منبوذ بعد ولا باطل قومي، المهم راكم تجروا تحوسوا، راه صار لكم كيما قوم سيدنا موسى، يعني بعد ما شق بهم البحر ايوم التالية قالوا له لا دي مرينا ربي هكا دينا تنشوفوه، هيا دعا عليهم 40 عام وما يروحوا يدوروا في السلسلة الخالي، يدوروا يعاودوا يولوا غير المكانة تاعهم حتى ماتوا. صايم كيما صايمكم كيما صايمكم كيما راكم تحوسوا غير وين واحد يفتح لكم تاقه وتنفسوا مع منها. مزيه سكره يخرجوا، واحد يقولوا برت لنا قلوبنا، واحد يقولوا برت لنا الفرفاره من تحت، واحد كل واحد كيفاش يقول له. هذه هي. واحد قال لي ما تنساش باللي قناه الهداف كانوا مشيطينك في دار الشرع. واه واه، مازلت اليوم عندي معهم قضايا لليوم مع قناه الهداف مع ابو حنيفه، مازلت اليوم. بصح ما عاجبيني واش راهم يهضروا، قضيه تاع وطن وقضيه تاع مصلحه تاع تاع الجزائر، راهم عاجبيني أم عاجبيني، قضية تاع مصلحة تاع الجزائر أم عاجبيني واش راهم يهضروا. وأنا كنت ضدهم في أمور، بصح اليوم راهم عاجبيني واش راهم يهضروا، عندهم الحق، هذول راهم يهضروا الحق، هذه هي، شوفوا فيهم يهضروا الصح، من التالي كاع، يسرى عليا أنايا، أنا ما يسرى عليا دان دان لهنا أنايا، هذي قلك، أغنية أنايا. لا فهم كنا نلعبو بها، دي نتايا بغيت تقصر عليا بغيت تخوفني نتايا، زوج كلمات، قالو عاير عاير شوبير، لو 28 أكتوبر 2020، قالو عاير قالو نتايا طيح له كيما طاح له كيما عاير بن شيخ، قالهم كوستيمات، عاير رفيق واحد، عاير منا، بصح كاين واحد كاين زوج ما نجمش يجبد عليهم خاطر كانوا غادي تتفحم بلي دوسي. كاين زوج، المشرف تاعكم القاوي تاعكم كاين زوج ما يطيقش يرد عليهم، نقول لكم شكون هما، كاين حسين جناد وكاين حافظ الراجي، والله ما ينجم ينطق اسم ولا يمعني عليهم، ولا يطلق ناس، يطلقوا ناس في الفيسبوك في اليوتيوب في الاخر، يطلقوهم يتنابحوا عند ربي، مربينهم للنبيح. بصح باش هو يخرج يهدر على حسين جناد، تحدى واحد فيكم هذا المشرف تاعكم يجبد على حسين جناد ولا يجبد على حافظ الرادي، هيا يخرج ها يهدر نتحداه يهدر والله ما يهدر كاع، يجبد عليهم راه عارف شا عندهم. ومام حسين جناد استقال له خطره، قال يهدر على ذاك الفرنسي مع 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 صاحبهم كيفاش يدوا الدراهم وكيفاش يدوا كيفاش، بلا قال لك بايش كي ما يدير منا. من بعد قال له لا شكوى لا والو، قال له روح نقول لك، قال له الماريكان ما تضرب الروس، والروس ما يضرب الماريكان، الماريكان عارفه بلي الروس عندها النووي، والروس عارفه بلي الماريكان عندها النووي، ما ينجموش يضربوا بعضهم بعض. لي يا خويا على ذيك نسمعوا لهنا واش هدر. سمير انا جي لوكازيون كنت في سنتر تاع صريف كيضا في باماكو، نعم في مالي، نعم ماشي حاجه كبيره، ما انا كنا كيف ما مرضوش، كاين بيسين كاين ريستورون بري فابريكي كاين دي بتي تيرا سقمهم سوري كبيره المساحه كبيره، ولكن
جاب الناس تاع كرة القدم لي فورماتور باسكو هو ديجا اونسيان جو بيان سور. وانت دروك كي تروح تبني تقادو لي ستاد وتجيب حمار دخل الحمار يخلي كارطيات وما تجيبش حمار يمشي يمشي هذا الصوال هذا المنشآت وهذا التسيير وهذا التكوين بصح كي يكون عندك حاجة قليلة وتجيب ناس يخدموا يعني تبان على بالك احنا ما نشوفوش بصح يتبان باللي الماضي فيها أكبر يعني فيها حاجة صوالح كبار. معايا سمير يقدر يشهد سمير. رحنا يا جماعة الخير يا مشاهدين الكرام رحنا في 2002 لتغطية نهائيات كأس إفريقيا 2002 صح ولا لا في مالي كهبطنا في الطيارة وش قالوا لنا سامر؟ قالوا لنا سويفيل جودرون سألنا على الأوتيل هي في 1 كيلومتر جودرون قالوا لنا سويفيل جودرون قالك ما تروحوا لا باسكو منا ومنا سي ماشي ما كاينش شي با جودروني هذه لافي هذه باماكو كي رحنا شفنا الشوطة تاع صليف قايطة بان دوطوار دوطوار عندهم كالكو ستاد عندهم كذا بصح شوفوا وين وصلوا ولانه مالي ما لحقش السنغال السنغال نفس الشيء هل السنغال عندها الامكانيات الماليه وعندها لاباك اللي عندها الجزائر مستحيل كيفاش هما نجحوا حنايا كاتاستروف مور كاتاستروف دون ان يتحرك احد رضوان حنا لي كلوب ديالنا قلت لك اليوم في العالم كاع كان دي سبيسياليتي تاع يو 15 يو 14 ساتن لي زاسوسياسيون مانيش ضد لي زاسوسياسيون ولكن الى اين نحن ذاهبون وانا رايحين بهذه الطريقه الناس راهي تزيد تكذب وناس راهي تقول بلي احنا ما خدمنا احنا جينا جدد وراح نديروا بروغرام ونديروا لي زاسوسياسيون لي زاكاديمي ولا فيديراسيون راح ندير لي زاكاديمي با ان بو بارتو هذا تعزت شي بلي يعاودوه راح يدخلونا في الحيط لانه احنا ما قلناها من الان ماشي على 10 سنوات تقولوا لنا ما هضرتوش انا قلنا باش ما عندناش لو بوفوار هل السنغال احسن منا في لاباط ولا في الاموال باش يقدروا يديروا في 15 شهر خمس القاب قلتني سونغور كي دار ديكلاراسيون هذه سمعناها من مقبل غير خلاص خرج من مطار من ملعب براقي طلع راح على الوحده تاع الصباح راح للارجنتين راح رقد وضوء عندك الصباح تنقل مباشره الى الارجنتين باريس والارجنتين هذه غير تكردوها غلطتني اليوم راح يلعبوا كوب دي موند راه يلعبوا السنغال اليوم مع جا كوب دي موند مع جابون رسمي مع جابون الى عندك لاكابتير وريها لنا سفيان تما تخدم تاع الصح ماشي يجيبوا تم قبيل قلت له لمحمد ولا لسامر ما شفيتش المحمد وسامر قلت رحتوا للمالي قالوا لكم سويفي الكودرون وهما كي جاوا هنا قالوا لهم وين نروحوا سامر قالوا لهم سويفي لارجون يعطيك الصحة تبعوا الدراهم يقولوا لكم ورانا ماشي كيف كيف الناس الله يعطيك الصحة سيدي الشيخ تما تخدم انا اللي يجي يقول له تبع وين كاين الشكارة نتاع الصح ماشي يجيبوا ناس يصحاب المعرفة وصحاب تيبا ويحط لك مونترينور يخدم له اللي هو احنا فسدت احنا الفساد راهو في الدم وراهو خطير يعني دونجي واحد ما ينجم يحبسه الا الدولة هذا مك خطير 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 80% sont corrompus فسدوا خلاص كونسير راني نقول لك كيما هذاك لا كونغران دو تاعو عند الدوله هي اللي تقطع سينو والله العظيم غير نروحوا من الفضيحه للفضيحه للفضيحه والناس هاربه هذه قلت لك عليها هاديه تكلم انت يا قبل ما نتكلم على السنغال il faut féliciter le Sénégal et le Maroc لان هاد الزوج اللي فيدراسيون يخدموا نعم واحد ما يخدم ولحقوا ويعطيهم الصحة دركا نتكلموا على انت قلت في 15 موا سانكتيت ونوليو ان ريفيرونس اون افريك ونبيعوا قال لك ونبيعوا سمعتوا واش قال البريزيدون تاعهم قال لك ونبيعوا هاك تسمعني على هذيك لحقوا في 15 شهر دوك سانكتيت علاش اني عطيتك على واش يكونوا قالوا في لارينيو وهذيك الماتش تاع اليوم مباراه اليوم السنغال مع اليابان نيجيريا دار 0-0 وايطاليا مع البرا في اوفا احضرنا ديك نستخدمها صاحبي تكره والله يخدموا نقولكم المغرب ولا نقولك السنغال بس يتخدم انتوما واش درتو خونتو الدراهم برك هذا مكان سرقه هذا مكان
ما تنساوش اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معاكم بالجديد. ابونوا معنا.